وبعدين دراسات عليا اللي هي الماجستير. احنا قلنا الحالة التعليمية ترى يعني ثلاثة خيارات، أمي وطالب ومتخرج، بعدين حنروح الجدول، بعدين حنرجع الحالة المهنية. صحيح صحيح. يعني يجي بعد الحالة التعليمية. التعليمية، بعد الحالة التعليمية يجي الجدول. ماجستير، دكتوراه. طيب نكتبها ليه كذا على طول يعني؟ دي مصطلح ما أعرفش إيه، ده مغربي؟ التدرج الجامعي وما بعد. ما هو هنا الاختلاف ما بين المناهج في الجامعات اللي. تعليم ثانوي جامعي. يعني هذا الدبلوم مهني يقدر يكون في التكوين المهني عنده دبلومات، لكن تدرج جامعي فيه درجات، يعني ليسانس ماجستير جاي بعد كده. ما هو عملت انت دراسات عليا متخصصه؟ انا عندي مهندسه دوله. انا بصراحه هذه الاربعه من 6/4 الى 6/7 لازم تكون واضحه ومفصله للجميع، لان احنا بنتكلم على دكتور. احنا دبلوم مهني، انا دبلوم عالي. لا، دبلوم مهني انا نفهمه تكوين مهني، انا نفهمه في بلدي نفهمه هكذا. التكوين المهني يعني الانسان اللي ما كملش ما حاش عن بكالوريوس ولا راح دار تكوين مهني يتخصص في اي شيء. كمل كلامه بعدين تفضل. يتخصص في اي شيء اللي يحبوا في الالكترونيك اي حاجه، لكن كاين الدبلوم الجامعي وندير ايش اللي بعده؟ الدبلوم اللي حصل عليه. دكتور صالح محمد باشر من البرلمان اليمني، ومثل عن اليمن في البرلمان العربي. طبعا انا عضو في لجنه الشؤون الاجتماعيه والتربويه والثقافيه وشؤون المراه والشباب. في هذا اليوم ناقشنا موضوع يتعلق بالشباب، وهو عقد ملتقى ومؤتمر في دولة قطر، إن شاء الله سيعقد في شهر أغسطس. سيناقش هذا الملتقى وهذا المؤتمر كثير من القضايا المتعلقة بالشباب العربي، قضايا متعلقة بحياتهم اليومية والحياة السياسية الاقتصادية الاجتماعية وما يعانيه الشباب العربي في المرحلة الراهنة. طبعا هناك اعتمدت هذه او هذا الملتقى على عده اوراق يعدها شباب من الدول العربيه. اخترنا من كل لجنه اختار طبعا من كل دوله عربيه اثنين يعدوا الاوراق، وهناك خبراء سيلخصوا هذه الاوراق كلها في ورقات صغيره طبعا، وايضا سيشارك من كل دوله عربيه ممثلين في هذا الملتقى وهذا المؤتمر. طبعا هناك كثير من القضايا المتعلقة بالشباب فيما عدة محاور الإعلام، محاور الاقتصاد، محاور الاجتماعية، محاور سنخرج بهذا المؤتمر وهذه الملتقيات بعدة توصيات تخدم صالح الشباب العربي. شكرا.